يا نهار اسود، انا كنت هشتريها، انا ما عملتش حاجه. انا بقول لك اللي عندك اعمله يا عم. هيقطعك اثبت يالا، اثبت هجيبها لك على الارض وحصاره. اثبت يالا، انت هتتلم عليا. يلا على مهلك، على مهلك. انا مالي وانا حامل؟ لا بس انت مش شايف، اصل انا عامله لك مفاجاه. استنى في باب هفتحه لك، استنى. تعال. فتحت الباب؟ فتحت الباب، تعالى. يا نهار اسود عليا وعلى فلوس. معلش ما انا كنت بفتح الباب. معلش انا ما لحقتش افتحه. بس تقولي لي ان في سلمه. فتح. ايه ده؟ ايه ده؟ ده معرض ال جي. ما انا شايف اللي جي في كل حته. ايوه ايه ده؟ جايباني هنا ليه انا؟ علشان نجيب الاجازه بقى، علشان نتجوز. جواز ايه ياما؟ جواز انا ما استقرتش على العروسه لسه. نعم؟ اخري معاكي اتفرج، اخد فكره، شراء مش هشتري. الله، انا هشتري دي. انا مش هشتري دي ولا غيرها، انا مش هشتري، انا جاي اخد فكره ياما، هاخد فكره. طب اهدى اهدى، اصل انت مش عارف دول عاملين عرض 5% على اي حاجه في المعرض. 5%؟ على اي حاجه في المر، اي حاجه، اي حاجه. ايوه مش هشتري. بص حصل قوي، مش فاهم. ادوسي هنا. اقول لك ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهو بعمل ايه ده؟ بعمل صوت وبطلع نور وبطلع ميه ودخان وكل حاجه. خديني بقى. اوعى يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده يا فندم قسم الغسالات. انا عايزه غساله مجففة. مالها الغساله العاديه ياما؟ ولما عاوزه تتعبي معانا تقعدي تجيبي الحته تنشريها. هيجرها هتخسي. عاملين خصم 5% على اي حاجه في المعرض، توصيل مجانا، توصيل خلال 24 ساعه. ابقى اجيبها قبل الفرح ب 24 ساعه. هخزنها فين واشيل همها من دلوقتي؟ يا عم هاتها هاتها، هخزنها لك. انا هشيلها لك كده فوق دماغي، هبقى رايحه بالشغل بالغساله، راجعه من الشغل بالغساله. عاملين بقى عرض على التكييف تحفه، تركيب وتوصيل مجانا. مش هشتري حاجه، انا جاي اخد فكره. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ فيه ايه؟ بفكرك بعرض 5%، 5%. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تاخد فكرة، انا تاخد فكرة، تاخد فكرة. هنجيب ده. ده ايه ده؟ ايه ده؟ هجيب ده ليه؟ انا هجيب مايكروويف ليه؟ علشان نسخن فيه المحمر والمشمر. انت امك مفهماني على اللي فيها. انت بتدخلي المطبخ البيض المسلوق بيتحرق منك ياما. ماشي يا ماما. احنا اول سنه جواز، انا عارف، مكرونه وبانيه. فسيبي بقى الواحد فعلا الله يستر. بانيه، طريقه عمل البانيه. هو كل ما يروح يقعد على القهوه يسمع حاجه جديده يبقى عايز يجي يجربها. بص يا فندم، ده جهاز المنقي الهواء، وهنبدا تجربه دلوقتي للجهاز المنقي. اقل من ثواني ابتدى يشفط الدخان اللي في المكان كله. الله ده حلو قوي. هنشتري؟ لا انا جاي اخد فكره، انا مش هشتري، انا جاي اخد فكره. ما هي الفكره اهي، عملوا لك الفكره وعرضوا لك الجهاز ونقوا لك الجو وحملوا لك دخان. اهي دي كل الفكره اللي عندهم ادوهالك. انا بقى جاي اخد فكره. طب ما في عرض، ما تاخد العرض واسيب الفكره. هم هنا عندهم اوبشن ان انت لو معاك فيست المشتريات بتاعت البنك الاهلي او بنك مصر هتقسط بدون فوائد وبدون مقدم. ده استعماله ايه عندنا في البيت؟ انا هجيبه ليه؟ ليه؟ يرضيك يرضيك الضيوف يبقى عندنا ويشموا طشه الملوخيه؟ ما الضيوف دول هياكلوا الملوخيه نفسها، ما يشموا ريحتها، يعرفوا حتى ان انت عامله لهم ملوخيه. طب وعيالنا؟ عيالنا هيتربوا من غير منقي هوا؟ انا شخصيا مش متربي بمنقي هوا ياما، ومالي فيا ايه؟ اديك شايف اللي انت بقيت فيه واللي انت وصلت له. انا فيا ايه؟ انا فيا ايه؟ قولي لي انت مخبيه عني ايه؟ مش هقدر اوضح لك اكتر من كده. انا فيا حاجه؟ ارجوك ردي عليها، بس لي خلي عينك في عيني. فيا حاجه؟ ادينا جاهزه عشان ولادي ما هيطلعوا زي. طب ولو جبنا عيلين؟ هو الجهاز بينقي الهواء الواحد بس يخمسوا فيه، شفتي؟ عشان وافقت لك على الاولاني، عشان دخلتينا في يعني سكتني ودخل بحمار. هو جهاز واحد. ها ماشي ماشي ماشي، وهجيبه لك قبل الفرح ب 24 ساعة. كنسل بقى. بس بقول لك ايه، الشاشة اختراع حلوة.
حلوه بس وسريعه. لا باشا اهو بقى، ما هي في الاول وفي الاخر لسه كله بيبيع بسعر واحد. الميزه اللي هنا بقى ان هو يوصلها لك ببلاش في خلال 24 ساعه، ويجيب لك كمان الباشمهندس يبرمجها لك. ازاي بقى الهايبر ماركت اللي بتروح تشتري منه من شاشه يدوها لك في كيس، وروح انت بقى ايه شيل على قلبك وتشقلب انت مع نفسك تشرب حاجه غير النسكافيه؟ لا لا شريف بتكلم بجد بجد. جبت لكم فشار. سلم ايدك يا بابا. تعبت نفسك برضه يا دودو؟ مفيش تعب ولا حاجه، ده انا لو اعرف انا جاي من بدري كنت طبخت لكم حاجه حلوه. باشا هو في ايه يا باشا؟ في ايه؟ بلاي ستيشن يا باشا جبته لك تجربه على الشاشه. صاحبك جبته وبنلعب معاه بلاي ستيشن، والاستاذه دخلت تعمل فشار. هو في ايه يا باشا؟ ايوه عايز ايه؟ عايز فشار؟ اديله شويه. لو دفعت كاش هتاخد خصم 5%. طب لو مكسر انزل من بيتنا اصلا وعايز اشتري اونلاين؟ بس ادخل على الموقع بتاعهم وحط البرومو كود برضه هتاخد خصم 5%. طب ده حلو، ده كويس ان احنا خدنا فكره بقى. هو انت مش طايقنا ليه فيه؟ انت بتتكلم كده ليه اصلا؟ يعني انت عومتنا وخليتنا ماشي صاحبي وكسفتني قدامه وعايزين ماتش الماتش ما طبقناش. حلوه دي على فكره. لا 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 بعد اذنك من غير لمس. هو انت بتزعل حد؟ ماشي تمام هنتفرج على ركن الشاشه. بكره هتسيبنا ولا حاجه تختار تتجوز معانا؟ استاذن حضرتك بقى معلش معلش سيبني اخد فكره براحتي. حلوه قوي دي. اوعي النمر يا ودك. تشوفي اللي انت عايزاه اللي نفسك فيه، اختاري اللي بتحلمي بيه. هنشتري؟ لا انا جاي اخد فكره. ما تعصبينيش بقى. حبيبي انا لقيت دي واستقريت عليها خلاص، تعال نشتريها. دي عجبك؟ دي عجبك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. يا نهار اسود يا نهار اسود. انا كنت هشتريها، انا ما عملتش حاجه. معلش يا بيه بقى اللي حصل اللي عامل احسن مش هنا بتلمسي حاجه. وانا ما لمستهاش. يا مش انا ما لمستش حاجه. ما لمستش حاجه. ما لمستش حاجه يا عم. فداه؟ لا مش فداه. ازاي يا فدايه؟ ايوه فدايه. انا بقول لك اللي عندك اعمله يا عم. هيقطعك هيقطعك. انا هقطعه؟ بس بس اللي انت عايز تعمله شفت انا جنب بس ده مديرك؟ اه ده مديري. اثبت يلا اثبت. هجيبها لك على الارض وحصارك. اثبت يلا. انت هتتلموا عليا تتقاتلوا؟ بقول لك ايه؟ انا في واحد عمارات الميريلاند شارع جسر السويس. تعالى لي في نمره. اثبت يلا. ده هيبهدلكم. ده هقطعكم. ايوه. انت بتعملي ايه؟ بحط زبدة كاكاو. وانا عارف انك ما بتحبش الالوان. زبدة كاكاو. تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟